نشرة ثامنة الأخبار من التلفزة الوطنية التونسية. أهلا بكم. جلسة ساخنة جديدة للمجلس الوطني التأسيسي والسبب مناقشته قضايا تختلف بشأنها المواقف. المجلس ناقش 3 مشاريع قوانين وأدرج في جدول أعماله أزمة انقطاع الماء في عدد من جهات الجمهورية، وتداولت نقاشاته القرار الجمهوري القاضي بإعفاء محافظ البنك المركزي التونسي في انتظار دراسة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي. الوضع العام يحتاج الآن معالجة مشكلة الماء. مسألة استدعاء المختصين في مجال المياه ما يستناش السيد الرئيس، لأنه فهمنا. معناها لا نعطيك حاجة يعني ثم مسائل خطيرة غير مسبوقة تحدث لأول مرة، هي خاصة معناها تحويل وجهة مياه. فذا لابد في أقرب وقت غدوة على أقصى تقدير ولا بعد غدوة يطرح ملف الماء.